السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم عزيز من لوسيت فيزيون تكنولوجي وجمعيه رؤى التكنولوجيا. الان انا متواجد مع سي يوسف لماني، مدير شركه بيكسل كونسيبت، الشركه اللي تنظن ان المتتبعين ديالنا كاملين تحت ما تعرف على شي حاجه. وهذه الشركه ببساطه هي اللي بها خرجت جمعيه رؤى التكنولوجيا للوجود، حيث ان اول حاجه تخص اي مؤسسه هي اللوغو. سي يوسف لماني وبيكسل كونسيبت هما اللي دارونا لا كونسيبسيون ديال اللوغو ديال جمعيه رؤى التكنولوجيا، وزيد عن ذلك الكثير. هذا اللوغو البدايه ديما كنا تنبرزطوه معرض دي في اكسبو من البدايه الاولى، تشوفوا كنت شفتوا لي بوندول لي فلاير، اي حاجه تتطبع تتامبريما تتشاف للناس وتتعطي اشعاع واشهار لجمعيه رؤى التكنولوجيا، فهي خارجه من بيكسل كونسيبت وعن بيد سي يوسف لماني. يوسف لماني مرحبا بك. الله يبارك فيك. كما لاحظتوا معنا تويت وفي الفيسبوك البارح بارطاجينا ان اليوم اقل ما يمكن نقدموا ليه حنا كجمعيه رؤى التكنولوجيا، بما ان احنا الاساس ديالنا هو التكنولوجيا، فقررنا ان نقدموا ليه ليزربود ديال شركه ابل، بما انه هو من المستعملين ديال الهاتف الايفون، بليناه من البدايه ديالنا يا كاسي. تماما غادي نقدموا ليه كما قلنا لي زيربود، ونتمنى انهم يقول لنا هي هديه بسيطه مقابل الاعمال الجليله اللي قدم الجمعيه ديالنا من البدايه ديالها من 2015 نقولوا التاسيس الرسمي لجمعيه رؤى التكنولوجيا، ابتداء عاوتاني مرورا ب 2016 المعرض الدوره الاولى ديال ديف اكسبو، 2017 الدوره الثانيه، 2018 الدوره الثالثه. دائما راك تعرفوا ملي تكون قربت المعرض ديالنا او اي ايفينمون تنتجهوا البيكسل كونسيبت وسي يوسف لماني باش نبرزطوه، تنقول راه بغينا كذا وكذا وتنديروا عليه الدرك كما تيقولوا باش، ودائما الحمد لله دائما هو ما تيردناش خايبين ودائما تيقدم لنا الاعمال الجميله. سي يوسف لماني شي كلمه للمتتبعين جمعيه رؤى التكنولوجيا. اول حاجه كنشكروا الجمعيه على هذه المبادره وهذا البديله انه هذه الجائزة هادو بعد كادو لعطفو للشركة ديال بيكسل الشخص ديالي. حنا هادشي هداك المعرض حنا مأمنين به، وسي عزيزة هو راه قالو لي أنه بالهضرة ديالنا وبالتشجيعة ديالنا على أنه خصو يمشي في هاد المسيرة هادي ديال هاد المعرض هذا باش ينجح إن شاء الله ويكون عنده صدى زوين في البلاد القدام، وحنا راه الإشارة ما كاين حتى مشكل باش فأي مساعدة. بطبيعة الحال اي معرض ولا اي ايفينمون راه خصو شي ديال المجهود وشي ديال الصبر، لان ماشي اي حاجه غادي تصدق من الدوره الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه، وهادشي حدثنا فيه انا والسي عزيز مرارا، لانه واخا ما يكونش ربح المهم هو الهدف واللي دار منه هذا المعرض هذا انه يجيب المغزى ديالو انه ينفع به الناس اللي ضعاف البصر، ونتمنى معاه ومعاه في السنين القادمه ان شاء الله. الساعه ما كنطلبوش ان نربحوا ولا نجمعوا فلوس، قدر اننا كنطلبوا انه هذا المعرض يؤدي الدور ديالو على شكل كامل. كنشكروك بزاف على هذه الجائزه هذه وعلى هذا الكادو اللي عطيتينا، وحنا راه الاشاره في اي حاجه بغيتها ان شاء الله حنا معكم. شكرا جزيلا. هادشي هذا هو الظن ديالنا فيكم دائما، انه ان شاء الله ييسر لنا الله ونكونوا دورات مقبله، الدوره الرابعه والخامسه. كما تعرفوا احنا دائما المعرض تيكون في شهر 10 ان شاء الله باذن الله السنه المقبله، باش ما يقوليش الناس راه ما عرفتيناش. لو 12 اكتوبر 2019 غيكون ان شاء الله الدوره الرابعه ديال المعرض ديف اكسبو، ان شاء الله اللي غيكون ليها تاهي شعار خاص بها، وغيكون فيها لوغو خاص بها وغولوب خاصين بها، وهادشي اللي غيقدموا لنا السي يوسف لماني وبيكسل كونسيبت في السنه المقبله. نخليو ليه دابا الفرصه باش يستمتع بالجائزه ديالو او بالهديه ديالو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مره ثانيه. احنا دابا مع السي يوسف تيحل الهديه ديالو لي زيربود ديال شركه ابل. تماما رائعين، وعلى الذكر هما اللي تنسجلوا بهم وتتسمعوا بهم الصوت الان، تنقوم بالتسجيل ديال بهم هذا الفيديو. هذا هو اللي كنسميوه بلا انبوكسين. انبوكسين اكزاكتومون، انبوكسين ديبالاج ديال لي زيربود. كنا درنا في القناه يوتيوب فيزيون تكنولوجي درنا الديبالاج ديالهم والاستعراض ديالهم، غادي نخلي الرابط
الفيديو في الوصف تحت هذا الفيديو. رائعين كما العادة الأجهزة كاملين ديال شركة أبل تيكون لومبالاج ديالهم بشكل متقن، وكما كنا قلنا في الفيديو السابق يكفي أنهم يتحلوا غي يديبالاو، البلوتوث يكون اكتيفي في الايفون اون فوا فوالا نورمالمون. نشوفوا الايفون ممكن تدخل لغيكلاج بلوتوث بلوتوث لا نورمالمون غير تبرك بركه طويله على هذا البوطون اللي هنا كما هذا البوطون فيهم تبرك على بركه طويله غيعرفوا منيش الايفون صافي اوكي صافي نورمالمون تي تكونيكتا مباشرة. هذه هي جميلة، نشكركم بزاف الله يعطيكم الخير مرحبا بك مرحبا بك وتستاهل تستاهل محسن استمرارية ل تي في اكسبو وحنا معكم ان شاء الله كل ما كتبغي ان شاء الله. شكرا جزيلا، تحية لجميع المتتبعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.